لسه مستمرين، ومعانا دكتور خالد يكن مستشار رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي، وعندنا استفسارات واسئله كتيره. وكان اهم سؤال، انا عارفه ان في مداخلات كتيره، وزي ما بتعامل معاكم دايما متعودين مع بعض دايما وما نزعلش من بعض، ان احنا وبتسامحوني ان احنا بنحاول بقدر الامكان نخلي ضيفنا يتكلم عشان تستفيدوا. يعني احنا هو جاي النهارده ليه؟ علشان يقول لكم على المعلومات وعن اللي بيقدموا الخدمات اللي بتقدمها البنك اللي احنا نقدر نستفيد منها. وفي نفس الوقت بستقبل برضو تساؤلاتكم وكل مداخلاتكم، وحتى الاسئله اللي هتجينا برضو ان شاء الله ممكن برضو نبعتها لدكتور خالد، وهو متعاون معانا جدا ومشرفنا جدا النهارده. دكتور خالد، كان سؤالنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن دراسة الجدوى، يعني صحيح. انت بتقدمها لما بتروح مثلا اي عميل بقى، اذا كانت مرأة معيلة او شخص عادي بيقدم لك عايز مشروع، هل انت بتساعده في دراسة الجدوى ولا هو بيجي لك بيها وبعد كده بتتابعه ازاي؟ الاثنين. تمام. يعني احنا عندنا لو العميل عنده مشروع وجاي ودرسه كويس بنساعده في دراسته تاني. ليه؟ ممكن يكون في جانب مش مغطيه، لان احنا عندنا الخبرتين، الخبره المصرفيه فنعرف ازاي ندرس معاه بطريقه سليمه عشان ما يكونش في جانب واقع منه، وفي نفس الوقت عندنا الخبره كمان العمليه لسبب كثره المشاريع اللي دخلنا فيها او المنتجات اللي دخلنا فيها المتخصصه، وبالذات في القروض المتناهيه الصغر خلت الزملاء في البنك كلهم عندهم خبره في ازاي يساعدوك ويدوك المشوره الحقيقيه. تمام. ليه؟ ان ممكن انا حضرتك اديك مشروع او اديك تمويل، انا اسف ممكن تغرق، تاخد المشروع وتعتقد ان انت على قدره ان انت تقدر تديره، وانت لا تدرك ان ده لا مش مشروع اللي انت يناسبك. فبالتالي بيحصل تواقم ما بين الاثنين. الزملاء بيبقى عندهم الخبره اللي يقدروا يساعدوه بيها، ولو هو ما عندوش المشروع بيقدروا يقترحوا عليه. طب الاجمل بقى ان احنا بنحاول حضرتك بقى ناخد ما انتهى عنه عنده الاخرون. طبيعه القروض متناهيه الصغر هي قروض فعاله جدا وهامه جدا بالذات في الفتره دي. بتبدا بقى من كام وتنتهي لكام يا دكتور؟ هي حضرتك بتبدا كقروض متناهيه الصغر من 1000 لغايه 20 او 30000. حلو قوي. بس هي الفكره هنا يا حضرتك، انا اديتك فلوس او ساعدتك في عمل مشروع تقدري ان انت تدريه. طب وبعد هذا عملنا المشكلة بقى مشروع. المشكلة بقى في اللي جاي وتابعت المشروع وما بعد هذا مثلا جيت ان انا بعد ما عملت المشروع اكتشفت ان انا عملت انتاج البان جيد جدا. وبعد كده اخده اعمل بيه، امشي بيه المشكلة في مش التسويق. اسوقه. طب اسوقه ازاي؟ انا ما عنديش خبرة تسويق. طب انا عملت منتج بس مرتبط بانتاج حاجة تانية. فهنا احنا بصراحة دي كانت فكرة الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور شريف فاروق. ان هو بيكثر جدا الاجتماعات والحوار والمناقشة، ونبتدي نفكر مع بعض ايه الآليات الجديدة اللي ممكن نطلع بيها. كويس قوي. فمن ضمن الأفكار اللي طلعنا بيها بتدعيم من مجلس الإدارة ان ما نيجي نفكر بقى في القروض المرتبطة اللي احنا بنسميها او مسمى ليها كراود فاند. وده اللي قوم الصين. طبعا. فاحنا لازم ناخد برضو خبرة من الآخرون. هم عملوا ايه؟ عملوا دراسة للقروض المعتمدة على بعض، يبقى في تكامل بالظبط. حضرتك توجيدي حاجه انتاجيه معينه او مشروع معين، بس عايز يكمل بحاجه ثانيه. تمام. ففي حد ثاني ممكن يكمله، وبعد كده في حد ثالث ممكن ياخده يسوقه. فممكن نكمل الدايره بالظبط. فممكن نروح عاملين ايه؟ نمول حد مثلا، نجيب له التروسيكل ياخد بيه انتاج حد ثاني ويوزعه. وممكن اعمل وده اللي احنا درسناه وده على اليات التنفيذ، ممكن قرض اخر او مشروع اخر انه ياخد المنتج بتاعك ويغلفه. كويس. ان انت ما عندكيش خبره ازاي تغلفيه او تظهريه بطريقه كويسه. القروض المتكامله دي هي اللي تعمل تنميه بجد. طبعا. عشان الدايره التكامليه دي صح. يعني انا ممكن ان انا اكون اجيد المشروع بس ما اعرفش اكمله. وفي صناعات قايمه كده على كده يا دكتور، زي الصناعات التكامليه، ويبقى في ازاي المنتجات اللي هي بتبقى متكامله مع بعضيها. يعني اسمها مش حاضرني دلوقتي، ولكن احنا كنت عارفه ده في الاقتصاد ان في اسمها كراود فاند يا فندم، ده الاسم العلمي بتاعها. بالظبط. وعايز اقول لحضرتك يعني مثلا الصين قامت بده ازاي؟ اكثرت الدراسه لنوع المشاريع والانتاج المرتبط ببعضه. فخلوا عند الـ 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 المواطنين لما يجي يشتغلوا مع بعض يشتغلوا كتروس. انت هتعمل حاجه فانا هاخد منك اكمل، وانا هاخد منك اكمل، وانا هاخد منك اكمل. فالى حد ما الارتباط ده بيدي قوه، وده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. ومشروع المراه المعيله قايم على ده.
تمام. المشاريع المرتبطة ببعض، فبالتالي بتضمن القرض ده ان هو يعني المشروع اللي هيقوم عليه هيكون مشروع يعني ان شاء الله ناجح، وبيعود القرض مرة تانية ويعود يعني تبقى دورة الرأس المال تقدر تدي لحد تاني. مباشرة انا يعني مديك مشروع واحتمالية ان انت تعرف تكمله او لا، لا انا مساعد، انا قايم معاك. حلو جدا الكلام ده جدا، يعني ربنا يوفقكم بجد يعني.